سلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سماحة الشيخ طالب. حياكم الله. الله يسلمك ورحمة. حياكم سماحة الشيخ طالب. أحببت أخذ من وقت جنابكم دقيقة. نعم تفضل. سماحة الشيخ طالب، يعني كانت مسألة وقفت أمامي، يعني حينما أتوسل بالأئمة سلام الله عليهم، فالله سبحانه وتعالى وأردت أن يأتيني الله بمنفعة، أتوسل بالأئمة سلام الله عليهم والله سبحانه وتعالى يعطيني هذه المنفعة بإذنه، أليس كذلك؟ يعني إن شاء الله إذا كانت بنية خالصة ولله سبحانه وتعالى، أهل البيت لهم كرامة عند البيت عند الله بكرامتهم لا أكثر ولا أقل. أحسنت شيخ طالب، ولكن الأئمة عندهم رأي خلاف رأيك. أنا في إيدي الآن كتاب تفسير نور الثقلين في المجلد الثاني صفحة 320، بيقول ماذا شيء 322، يقول في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الإمام الرضا في أخبار التوحيد ماذا قال؟ قال الإمام عليه السلام: لما نظرت إلى جسدي فلم يمكنني فيه زيادة ولا نقصان في العرض والطول ودفع المقار عنه وجر المنفعة إليه. الإمام يقول أنه لا يستطيع أن يجر المنفعة لنفسه، فكيف أنا أطلب والإمام أتوسل به وبسبب هذا الإمام تأتيني المنفعة؟ إذا هو الإمام لا ينفع نفسه أصلا يا شيخ كما بيّن. اسمح لي، الطلب ليس من الإمام، الطلب من الله بكرامة هذا الإمام، بتضحية هذا الإمام. طيب يا شيخ، ما هو نفس الإمام اللي أنت بتقول لي أن أنا أتوسل به علشان يجيب لي المنفعة بيقول أنه هو جر المنفعة إليه إلى جسدي، لا يستطيع جر المنفعة إلى جسدي. أدري أنت تناقش وتأخذ الوقت كله إليك. أجبني يا شيخ بالله عليك، ما في بدون مظلوميات يا شيخ طالب، أجبني من القرآن والسنة، تفضل. يا أخي أنا أقول لك أن القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغوا إليه الوسيلة. أكمل الآية كده يا شيخ. حسنا الآية كلها مش على باري، يعني أنت مش حافظ لك الكلمة دي يا شيخ. طيب تعرف تفسير الإمام علي لهذه الكلمة وابتغوا إليه الوسيلة؟ تعرف ماذا قال الإمام علي في الوسيلة؟ ارجع لكتاب بحار الأنوار لمحمد بكر المجلسي، أي الصلاة والزكاة والحج والطاعات كما قال الإمام عليه سلام الله عليه في تفسير الوسيلة. السير على هدي الأولى، السير على هدي الطيبين. طيب يا شيخ، فين الوسيلة أن أنا أجعل واحد بيني وبين، أين من القرآن أن أجعل وسيطة بيني وبين الله؟ الله قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لماذا يا شيخ حضرتك بتتشبه بأبو جهل وأبو لهب حينما أخذ أبو جهل وأبو لهب وسيطة بينهم وبين الله اللات وعزة وهبل؟ أولا أنا أقول لك أن الإمام لا يضر ولا ينفع لذاته، زين، لكنه إحنا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بكرامة الإمام، بعبادة الإمام، يعني أدعو الله إلى جانب إنسان عزيز على الله. الإمام لا يضر ولا ينفع بذاته، هل تنكر الولاية التكوينية يا شيخ؟ أنا ما أعتقد بولاية تكوينية. أنت من مقلد الصدر يا شيخ الطالب ولا من مقلد من؟ مقلد السيد سيستاني. يعني أنت عجيب، السيستاني ينكر الولاية التكوينية؟ لا ما ينكر، أنا عندي بها إشكالات، أنا شخصيا عندي بها يعني من بعض الإشكالات. أحسنت، وأنا بعدين أحييك على هذا. ليس كل الفقهاء يذهبون إلى ولاية التكوين، فيهم من يذهب وفيهم لا يذهب. أنا أحييك على هذا شيخ طالب والله، لأن الولاية التكوينية كفر بالله وقع فيه الإمامية الإثنى عشرية، وأنت الحمد لله أنا حضرتك بتنكرها. أنت شوف، يعني أنتم مع شديد الأسف أبناء السنة تجون يعني تفهمون الأشياء كما تريدونها أنتم ولا ترجعون إلى الوسائل الصحيحة في فهم الأشياء. لما هو السيستاني لا ينكر الولاية التكوينية دي يا شيخ أصلا؟ أدري أنا الولاية التكوينية قلت لك بعض الفقهاء لا يرونها وبعض الفقهاء يرونها، ثم هي لا من أصول الدين ولا من فروع الدين، إذا أنكرها الإنسان لا يعد كافرا. طيب يا شيخ، هل أنت عند، أنا أمام كتاب مدينة المعاجز ثلاث مجلدات لهاشم البحران زي ما أنت عارف، أمام في المكتبة، لو تحب أفتح لك الكاميرا الآن هقرأ عليك في المجلد الأول في مدينة المعاجز. الإمام علي روايات متواترة عندكم أن كان بيحيي الموتى بإذن الله وكان يشفي بإذن الله وما شابه ذلك. هذه روايات ضعيفة لا نعتقد. الله الله عليك، يا رب ما تكونش بتستخدم التقية معي. بس وإن كان خو الله سبحانه هو لا يحييها لنفسه، إنما كرامة يعطيها للعبد كما أعطاها إلى نبيه عيسى سلام الله عليه. طيب أنا أحييك يا شيخ طالب على هذا الأمر،
احييك على هذا الامر واقول لك يعني كلمه جميله جدا. معلش بما ان حضرتك بتنكر الولايه والغلو هذا، اريدك ايضا ان تنكر الامامه، لان الامامه من الغلو. لو اردت ان اثبت لك الامامه ليس من الغلو. الامامه احنا عندنا اصل من اصول الدين، ولا يمكن، لانه شوف لما انكرت الامامه اوصلت طلعت داعش وطلعت ما. طيب طب تعالى نمسكها. وبرضه ما انتوا قلتوا بالامامه الغريبه ديت، طلعتوا لنا واحد مستخبي بقاله 1200 سنه و1300 سنه وهارب، الامام المهدي هذا، مهديكم انتم محمد حسن اليماني. خليك معايا يا شيخ. اول حاجه انت بتقول لي الامامه اصل من اصول الدين، كلام جميل جدا يا شيخ طالب. ان كانت الامامه اصل من اصول الدين، القران الكريم دلوقتي انت المفروض تجيب لي الاصل هذا من القران الكريم. هل تستطيع ان تاتيني بايه محكمه تطالبني بالامام باثني عشر اماما من القران الكريم، واما ان يكون ايمانك ليس موجود في القران؟ تفضل يا شيخ، ما رايك؟ شيخ طالب، لا اله الا الله، هرب الشيخ طالب والله، والله هرب واغلق الخط. وهكذا هم علماء الاماميه الاثني عشريه، هكذا هم علماء الاماميه لا يستطيعون اثبات معتقدهم. استخدم التقية في الاول، وان كان الله اعلم بقى ان كان بينكر الولايه التكوينيه ولا، ولكن الامامه هذه فيها كذب على الله، يكذبون على الله ويزعمون ان الله نصب 12 اماما معصوما واوجب منا ان ناخذ الدين من هؤلاء وانهم معصومين. طب هات لي هذا من القران. لا استطيع. كان معكم شيخ الشيعه طالب الثرواني، نسال الله ان يهديه وان ياخذ بيده الى الحق.